الكرام، اهلا بحضراتكم في لقائنا اليوم المتجدد على شاشه النيل للاخبار وحلقه جديده من المشهد. لقاؤنا اليوم يدور حول اخر المستجدات وتطورات الاوضاع على الساحه اليمنيه سياسيا وميدانيا. ما زالت هناك الكثير من الامال تراود الكثيرين. بعض القوى السياسيه في اليمن تحاول الوصول الى حاله من التوافق او المخرج للازمه اليمنيه. كان ثمار البحث هو الاتفاق الذي وقعته الاطراف السياسيه والقوى المختلفه والذي يقضي بتفويض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء المكلف خالد بحاح بتشكيل حكومه كفاءات. جاء هذا الاتفاق أو هذا التوافق برعاية من المبعوث الأممي الخاص بالأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر. حول تطورات المشهد السياسي اليمني والمشهد الميداني، يسعدنا أن يكون معنا في حلقة اليوم الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء باليمن. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بك. مشاهدينا، نتابع هذا التقرير ثم نبدأ القراءة في هذا المشهد مع دكتور عبد الباقي شمسان. محاولة لإخراج اليمن من الأزمة الراهنة، وقعت القوى السياسية اليمنية على وثيقة تفوض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء المكلف خالد بحاح لاختيار أعضاء الحكومة القادمة وتشكيل حكومة كفاءات، وذلك برعاية جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. الوثيقة تضمنت أن يكون تشكيل الحكومة وفقاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية بخصوص المعايير والآليات البعيدة عن المحاصصة، وأن تتوافر في المرشحين شروط النزاهة والكفاءات والتحلي بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية. القوى السياسية الموقعة على الاتفاق ومنهم الحوثيون والحراك الجنوبي أكدوا التزامهم بعدم الطعن فيما سيتوصل إليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف وتقديم الدعم اللازم بما فيه الدعم الإعلامي للحكومة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها. يأتي هذا الاتفاق بعد سلسلة مشاورات أجراها جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مع الأطراف السياسية التي فشلت في التوصل إلى اجتماع بشأن تشكيل حكومة تتقاسم فيها الأحزاب الحقائب الجديدة. وكانت جماعة الحوثي استبقت هذا الاتفاق بالتلويح عن عزمها تشكيل مجلس إنقاذ وطني بعد أن تنقضي المهلة التي حددها الحوثيون للرئيس اليمني لتشكيل الحكومة الجديدة. وعقب الاتفاق أعرب المبعوث الأممي عن أمله في أن يلي هذه الخطوة إجراءات أخرى لتعزيز السلم والاستقرار في إطار تنفيذ جميع بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وخاصة الجانب الأمنية منها. كان المأزق السياسي في البلاد قد تفاقم مع سيطرة الحوثيين في سبتمبر الماضي على العاصمة صنعاء، كما وسعوا انتشارهم نحو مدينة الحديدة الاستراتيجية على البحر الأحمر ونحو إب والبيضاء في وسط اليمن. تحية بحضراتكم وضيف المشهد لهذا اليوم الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء باليمن. بجدد التحية بحضرتك يا دكتور. كفاءات وإعطاء مهلة لرئيس الوزراء وللرئيس عبد ربه منصور هادي بتشكيل هذه الحكومة من الكفاءات، كيف تتوقع شكل هذه الحكومة؟ طبعا عندما نتحدث عن تشكيل حكومة ومهلة، نحن نبتعد عن الحوار ونبتعد عن إيجاد مناخ لتشكيل حكومة لإخراج اليمن من أزمته ومأزقه. فأعتقد أن هناك فخ قد وضع في اتفاقية السلم والشراكة. هذا الفخ هو كان هناك في اتفاقية التسوية الخليجية، كان ما يسمى بالمحاصصة، يعني هناك حصص للقوى السياسية. في اتفاقية السلم والشراكة تم التحول إلى التوافق، والتوافق هنا هو فخ أعتقد اليمني، لأنه ينبغي أن تتوافق جميع
القوى على شخصيات ما، والتوافق أيضا له دلالات يمنية ليس دلالات وفقا لما هو متعارف عليه. التوافق ما هو متعارف عليه هو أن تلتقي الجماعات نحو نقطة مشتركة تحقق الصالح العام. نعم. لكن في اليمن التوافق يعني موافقة كل الأطراف، وهذا مستحيل، وهذا هو استدعاء أو الاستفادة من التجربة اللبنانية. كما تعلمين الآن في لبنان حتى لا يوجد رئيس، هنا الآن هناك استراتيجية لأنصار الله وحلفائهم من النظام السابق للتوسع في المكان وفرض معطيات جديدة. هذا التوافق يستخدم الآن لاستثمار الوقت، لمزيد من استثمار الوقت لإيجاد واقع جديد مختلف. لذلك تلاحظين أن أي منطق أو عقل عندما نريد أن نخرج من أزمة فينبغي تنازل كل الأطراف واتخاذ قرارات سريعة لتشكيل حكومة، خاصة وأن تأخير الحكومة قد يؤدي بالدولة إلى عدم القدرة على دفع مرتبات الموظفين مع نهاية السنة. نعم. بالتالي هناك الذي وضع هذه الاستراتيجية التوافقية وضعها لكسب مزيد من الوقت، خاصة وأن هناك أطراف قوية وهناك أطراف ضعيفة. بالتالي لا يمكن لنا أن نتحدث عن يعني عن فرص متساوية لكل الأطراف. ولا طب ولماذا أو بما تفسر الابتعاد عن فكرة المحاصصة في عمل تشكيلة هذه الحكومة؟ لماذا لم يتم الالتزام في اتفاق السلم والشراكة بفكرة المحاصصة بحيث أن يجد الجميع أنفسهم يعني ممثلون في هذه الحكومة؟ هو عندما توجد القناعات وبالعمل الديمقراطي وعندما يسبق الوطن كل المصالح تصبح المحاصصة أو الموافقة مجرد يعني نصوص في الواقع، لكن تحقيق الصالح العام هو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه، ليس الغاية وإنما ما هو مقاصد هذا. لذلك عندما تمت المحاصصة كان هناك نوع، كنا نحن كباحثين نتحدث عن خطر المحاصصة لأنه يعيد إنتاج القوى بحسب وزنها في الواقع، وبالتالي كل قوة تحاول تدافع عن مصالحها ولا تستطيع أن تندمج مع الآخرين لتحقيق الصالح العام. فكان هناك نوع ما يسمى باختزال الشعب اليمني في 656 شخص في مؤتمر الحوار، وعدم الانفتاح على الجماهير لتصبح حامل اجتماعي لمشروع الانتقال، والانفتاح على النخب التي هي أيضا هناك نخب كثيرة أقصيت، بالتالي تصبح هذه النخب غير فاعلة ومهدرة من قبل السلطة الانتقالية، لم توظفها السلطة الانتقالية، والسلطة الانتقالية ممثلة برئيس الجمهورية لأن هناك خلل في تكوين الجيش والمؤسسة الأمنية، وهناك مراكز قوى قوية كان بالإمكان الاعتماد على الجماهير اليمنية لتصبح قوة في يد رئيس الجمهورية لفرض صياغة ما ومطالب ما. لذلك تم إهمال الجانب الجماهيري. عندما انتقلنا إلى التوافق كان هناك الحديث أن هناك خلل، أن أنصار الله والحراك الجنوبي لم يمثلوا بقدر قضيتهم وأن هناك إقصاء، وبالتالي التوافق هذا سيحقق نوع من يعني المساواة ونوع من إعادة الحق والعدالة إلى الحراك الجنوبي وأنصار الله. وبالتالي كان هناك التوقيع في ظرف، أيضا تم التوقيع على الاتفاقية في ظرف واقعي وضرورة، بمعنى أن كانوا الموقعين في الرئاسة الجمهورية وكان هناك سقوط المدينة بنفس اليوم فتم التوقيع، وكان هناك أيضا كثير من الفاعلين السياسيين كان يروا أن التوقيع مهم جدا لأن المهم إنقاذ البلد، فرفض التوقيع والدخول في التفاصيل سيؤدي إلى احتراب، واليمن لا تحتمل المواجهة لأننا كلنا ندرك أن انفجار الحقل السياسي في اليمن سيؤدي إلى تشظي اليمن إلى عدة دويلات، خاصة وأن عند النزوع نحو التشظي أكبر من النزوع نحو الاتحاد، نظرا لأزمة المشاركة الحادة ونظرا لوجود ما يسمى بالأجندات، أجندتين وطنيتين، هناك أجندة وطنية لأبناء المناطق الجنوبية وهناك أجندة وطنية للشمال. بالتالي هنا القوى منقسمة عندما يصبح عندنا وهذا خطير وهذا أحد المعوقات. دكتور اسمح لي، هل تشكيل الحكومة من الكفاءات والبعد عن الحصص في تشكيلة هذه الحكومة يعني ذلك أن هذه الحكومة ستكون بعيدة عن اختيار شخصيات ذات صبغة سياسية أو انتماء ما لأي فصيل من الفصائل اليمنية؟ هذا ما يسمى بذر الرماد حتى في اختيار رئيس الوزراء، لأن عندما تم اختيار رئيس الوزراء تم هناك يعني أخذنا وقت طويل جدا
وبعدين في لحظة سابقة يعني يطلع الناطق الإعلامي لأنصار الله وغيرهم يقول اخترنا رئيس الوزراء من منطقة حضرموت، وهي منطقة يعني احنا نتحدث عن ايش؟ عامة انتاج القوى ايضا ومراكز القوى. يعني الان يتحدثون عن التوافق وهي محاصصة، على المستوى الواقعي هي محاصصة، بينما الكفاءات لا يهمني ان يكون الوزراء هؤلاء من اي يعني منطقة ما ومن أي انتماء ما، هناك تكنوقراط معروفين لهم يعني يتجاوزوا كل هذه الانتماءات ويتعاملون مع معطى واقعي يعني مدخلات ومخرجات بعمليات تؤدي إلى تأثير على المستوى الواقعي. نحن في اليمن نتحدث عن وفاق، ولكن على المستوى الواقعي نحن نتحدث عن محاصصة. وثانياً هناك أيضاً استراتيجية استثمار الوقت، يعني أن بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنصار الله والنظام والسابق ليس مصلحتهم يعني إعلان الحكومة، لأن كان من المفترض أن يتم بعد تسليم صنعاء 21 سبتمبر أن تحصل مواجهة بين مخرج يعني بين الفاعلين أو مخرجات ثورة نوفمبر وأنصار الله، ويتم هذه المواجهة، وبالتالي أثناء المواجهة سيتم أنصار الله الإعلان عنها تحارب الدواعش والتكفيريين، وسيتم هناك إقصاء جبري وإضعاف للقدرات المادية والبشرية ولهذا الجناح. ولكن كان هناك معلومات لدى هذه الجماعة أنها مستهدفة، فانسحبت وامتصت اللحظة للحفاظ على قدراتها، وبالتالي وجد أنصار الله أنفسهم أمام مواجهة مع الدولة ومع الجماهير. فأنت دخلت إلى صنعاء بهدف إقصاء اللواء علي محسن الأحمر والقضاء على الخصوم التاريخي لك متمثلين كذا، هناك انسحاب. إذا ما هي مبررات استمرارك في العاصمة؟ ما هي مبررات استمرارك؟ فهنا يعني هنا القارئ الخارجي لا يدرك أن لابد من استمرار الأنصار الله لخلق واقع جديد وللسيطرة الواقعية بما يجعلهم القوة الأولى في حقل السياسي، وبالتالي صناعة القرار والتأثير عليه، خاصة وأن الطرف الآخر اللي كان هو ما يسمى مستهدف في إضعاف قدراته قد أدرك ذلك وامتص اللحظة وانسحب للحظة لاحقة، وبالتالي نحن أمام يعني مع التسليم بالنظرية اللي حضرتك بتعرضها، فكرة عدم إمكانية الطعن على تشكيل هذه الحكومة ألا يمنع هذا الحوثيين من أن تكون لهم الفرصة فيما بعد من أنهم يعني يطعنوا على شخصيات ما في تشكيلة هذه الحكومة، بل ستكون هذه الحكومة أمر واقع بموافقة كافة الأطراف؟ طيب بالمنطق كده خذيها، عندما طرف من أطراف العملية السياسية ينذر الرئيس الانتقالي 10 أيام، هل هذا طرف أم فاعل؟ فاعل. إذن هو لا يتعامل مع كونه طرف قابل. أنت الآن تفرض آرائك وتفرض توجهاتك، وبنفس الوقت تعيق اختيار رئيس الوزراء وتعيق اختيار الوزراء، لا تنسحب من المدن، تتوسع في البحر، تقلق دول الجوار، بالتالي هناك استراتيجية. هذه الاستراتيجية أنصار الله وحدهم لم يعد اللاعب الأساسي، هناك أطراف لها مصالح، سيتم هناك اغتيالات، ستقع هناك كوارث كبيرة في اليمن. كل ما نخشى هو أن يتم استيراد ما يسمى استيراد الصراع المذهبي اللي هو الطائفي، واختزال الصراع في الحقل السياسي اليمني نحو عنصرين، وإذا ما اتجه الشعب اليمني نظرا لترك هذا الشعب وحده يواجه هذا المصير فأننا نستورد النموذج العراقي. ولهذا أنا أدعو كل الدول العربية لإخراج اليمن أو لمساعدة الشعب اليمني من اختزال هذا الصراع، وهذا الصراع نتائجه معروفة في العراق وفي سوريا وفي ليبيا. بالتالي عندما نحن بعد 50 سنة من الثورة نتحدث عن طوائف، نحن المفروض نتحدث عن مواطنة، لا نتحدث عن محاصصة، لا نتحدث عن وفاق، نحن نتحدث عن مواطنة. وبالتالي الكفاءة هي التي تحدد معايير الوزير، وليس هناك يعني عندما تكون في هناك يعني ثقافة المواطنة وثقافة الدولة. نحن لا نتحدث عن 3 وزراء
من تجمع اليمن الاصلاح واربعه وزراء من انصار الله، لان التحدث بهذا الشكل يعني انني غير واثق ببقيه الجماعات، ولا يمكن احقق مصالحي الا بتمثيلي في ما يسمى مواقع الحقل السياسي. بالتالي هذه اشكاليه يمنيه. يعني كيفية الخروج من هذا المأزق يا دكتور؟ الآن هناك نحن الآن في مأزق خطير للغاية ومعقد. الآن هناك الخطير الآن كلما مر الوقت هناك في الجماعات التي هي 75% هي مدنية، لأن كما تعلمين أن الدول زي اليمن بعض البلدان العربية تكون قوى التحديث وقوى الشباب والأحزاب السياسية هي أكثرية لكنها غير قادرة على الانتظام في حركات اجتماعية. نعم. وتكون قوى القبلية في اليمن والقوى المصالح الاقتصادية هي أقلية لكنها قادرة على الانتظام، وبالتالي تصبح هناك أغلبية يعني تم إقصائها وغير قادرة على الفعل السياسي أو المدني حتى كمؤسسة مجتمع مدني. وبالتالي هي وفي مشكلة أخرى أيضا، عندما تم إفراغ المحتوى الوطني للجيش اليمني هناك هذه الجماعات ستبدأ. بمعنى إيه يا دكتور إفراغ المحتوى الوطني من الجيش اليمني؟ بمعنى أن هناك الجيش اليمني يعني قطاع كبير أو عدة قطاعات من الجيش اليمني سلمت صنعاء نظرا لانتمائها المذهبي ونظرا لتحالفتها مع الرئيس السابق. وكما تعلمين أن تقريبا يعني 90% من الجيش اليمني ينتمي إلى المذهب الزيدي ومن مناطق محددة. عندما تم يعني تسليم المعسكرات والتحالف مع أنصار الله والنظام السابق، هناك 75% من الشعب اليمني شعر أن هذا الجيش ليس جيشه وهذا خطير وهذا كارثي. هذا بمعنى ماذا؟ هذا سيعيد نفس التجربة العراقية. شوف لاحظي معي كويس، بعمل لك مقاربة. في العراق تم يعني حل الجيش العراقي، هنا تم إفراغه من جانبه الوطني. بالتالي الناس حتعود للقبائل، حتعود للمناطق، حتعود لهويتها الأولية للدفاع عن ذاتها، وهذا سيقود إلى تكوين ميليشيات وإلى الاصطفاف طائفيا، الاصطفاف وطنيا حول أهداف وطنية. خاصة أن أنصار الله هم كانوا حكام اليمن لمقارب ما يقارب 10 قرون، وهم الذين يعني سلالة الهاشمية من يدعون انتمائهم للرسول، هم آخر إمام عام 62. وطبعا جمال عبد الناصر ساهم في الثورة اليمنية. بالتالي هناك جماعات ستتهم هؤلاء الجماعات بالعودة إلى الملكية وبالتالي إعادة النظام الجمهوري. هناك جماعات ستنضم طائفيا، هناك سيكون هناك في دواعش جبرا، سنعمل على إيجاد جبرا ما يسمى بالمفهوم المصطلح الغامض اللي هو الدواعش للمواجهة. وبالتالي ينبغي يعني الآن إذن هنا سيتحول الصراع في اليمن إلى صراع طائفي ديني ما بين السنة والشيعة، رغم أن يعني لأن الجيش اليمني بالتوصيف اللي حضرتك ذكرته هذا ممكن، هذا لا يمكن ممكن أن يعول عليه. لا هذا ممكن من الممكنات، لكن أيضا يعني أحد الممكنات المتوفرة بقوة أن سيكون هناك صراع طائفي. لكن الآن هناك اصطفاف، نحن الآن في نخبة واعية من الشعب اليمني تنادي إلى الاصطفاف المدني وإلى العودة إلى الاحتجاج السلمي. وهذا أيضا أنا أسجله بكل اعتزاز، أن ما حصل في العراق وما حصل في ليبيا جعل كثير من شريحة واسعة من الشعب اليمني تدرك أن المواجهة العسكرية ستقودنا أو الميليشيا ستقودنا إلى الطائفية. وبالتالي وأنت أمام يعني اختلال التوازن بين القوى هنا وأنت هنا يعني أعزل، بالتالي ليس أمامك سوى التتمترس حول مبادئ وطنية، حول مطالب وطنية، حول الدولة. ولكن هذه الأطراف ليست فاعلة أو لا تملك القوة وهي أغلبية غير قادرة على الانتظام. وبالتالي لكن نحن في الأخير أفضل بكثير. أعتقد أن أيضا المجتمع الإقليمي الآن بدأ يدرك الخطورة من كما تعلمين أن دخول إيران أيضا إلى اليمن مقلق جدا حتى لمصر ولدول الخليج. نعم، بذكر إيران هناك بيانات صحفية تذكر أن إيران تدعم الحوثيين في اليمن ب$50 مليون شهريا. إذن هذا يعني هذا الطرف لديه من التمويل ولديه من المساعدات الأجنبية
وأطراف أجنبية تعبث في الشأن اليمني بهذا الشكل. ماذا عن باقي القوى الإقليمية والدولية التي يمكن أن تكون على الطرف الآخر في مواجهة تقدم الحوثيين بدعم إيران؟ عشان أوضح الفكرة دي، لابد تفهمي أن دول الخليج عندما قامت بالتسوية تركت اليمن لفترة، وكانت إيران موجودة في اليمن منذ يعني عقد ونيف، ولكن تحركت عندما شعرت أن دول الخليج العربي، دول جاورة، غير يعني منسجمة أو متناغمة أو لها رأيين بما يحدث في اليمن. استغلت هذا الصراع ومدت أنصار الله بكثير من القوة. الآن لو تعملي مقارنة فقط بسيط، لاحظي أن أنصار الله هو حزب الله، يعني نموذج يمني يقوم حتى في خطاباته، حتى في إعلاناته، حتى في عمله التكتيكي، حتى في الوفاق، يعني يعمل بهذه الآلية. أيضا احتل منطقة صعدة كمنطقة يعني مركزية له في العاصمة صنعاء، احتل منطقة اسمها الجراف هي الضاحية الجنوبية. أيضا الآن امتلك السلاح. الخطر الآن ليس فقط في إيران، الآن أصبح أثناء دخول صنعاء هناك كمية مهولة من السلاح الثقيل تم الاستيلاء عليها. أيضا هذا عامل أساسي وعنصر أساسي. العنصر الخطير أن على المستوى الحالي دول الخليج ستتعامل مع الواقع بنوع من المرونة لعدم تفجير وضع أكثر، ولكن لن تسمح بأن تكون في خاصرة الجزيرة العربية إيران بهذه القوة، وبالتالي سيكون هناك تغذية لجماعات المناقضة لأنصار الله، وسيدخل الشمال الشمال في معارك طاحنة. وهنا لاحظي عندنا أبناء المناطق الجنوبية يعتبرون ما يحدث هنا شأنا شماليا. نعم. طب دعنا نتحول إلى السيد ناصر الربيعي الكاتب والمحلل السياسي من صنعاء. برحب بحضرتك سيد ناصر. يا مرحبا سيد ناصر. إلى أي مدى ترى أن الحل للأزمة اليمنية سيأتي بتدخل أطراف خارجية، بتدخل إيران بدعم الحوثي؟ هناك مطلب بتدخل أطراف أخرى حتى تعيد إلى باقي الأطراف اليمنية حالة من التوازن في مواجهة التفوق العسكري والقوة الخاصة بالحوثيين. إلى أي مدى تتفق مع إمكانية تدخل دول الجوار أو الأطراف الإقليمية والدولية لإعادة التوازن للأزمة اليمنية؟ أعتقد أن التدخل الخارجي عموما، التدخل بمعنى التدخل، لن يفيد في حل الأزمة إلا إذا كان تدخل لمساعدة اليمنيين أن يحلوا مشكلتهم. أما إذا كان التدخل من أجل بسط النفوذ والسباق على النفوذ كما يحصل الآن للأسف، فهذا لن يفيد اليمنيين في شيء، بل سيعقد المسألة. كذلك لن يفيد حتى المتدخلين الذي يظن أنه سيبسط نفوذ في اليمن من خلال هذه التدخلات. أعتقد لأنه مخطئ، لأنه يدخل في معركة خاسرة. لكن يمكن أن يكون لهؤلاء المتدخلين من الخارج مصالح، ويمكن أن تحفظ مصالحهم فيما إذا كان تدخلهم إيجابي من أجل بناء الدولة. لأن تدخل الخارج وقصدي مصالح الخارج ومصالح الداخل بالأطراف المختلفة هي بأن تؤسس دولة، لأن اليمن الآن ليس لديه دولة، بمعنى كلمة ليس لديه دولة للأسف. نعم. طب سيد ناصر، كيف ترى الخروج من المأزق اليمني إذن؟ هل يعني من داخل اليمن نفسها، أم أنه في حاجة إلى مساعدات ربما تقدم من دول الجوار، دول الخليج العربي مثلا؟ بالتأكيد أن اليمن محتاج إلى مساعدات الخارج، يعني هو لا يستطيع الآن اليمن أن يقوم بأشياء كثيرة، لكن يعرف من يساعد عن الذي يريد أن يحقق شيئا. فبالتأكيد أن اليمن محتاج إلى مساعدة سواء دول الجوار أو المجتمع الدولي يعني. والمساعدة التي يحتاج إليها اليمن هو أن اقتصادية وسياسية، واقتصادية بالدرجة الأولى، لأنه الآن يواجه تحديات اقتصادية كبرى، وخصوصا الآن مع تشكيل هذه الحكومة التي نأمل أن تصل إلى شيء، وهي حكومة
حكومة الكفاءات التي فوض الأطراف والمجموعات المختلفة الرئيس هذه بأن يشكلها. إذا لم يكن هناك دعم اقتصادي لهذه الحكومة فلم تعمل شيئا على الإطلاق وكأنها لم تكن. نعم السيد ناصر الربيعي الكاتب والمحلل السياسي من صنعاء أشكرك شكرا جزيلا. دكتور عبد الباقي لك أي تعليق على كلام السيد ناصر الربيعي؟ أنا أتفق معه إلى حد كبير وأعتقد أن ما يحدث في اليمن لم يعد شأن محلي. ما يحدث في اليمن من حيث آثاره له علاقة بالأمن القومي لعديد من الدول الجوار وله علاقة أيضا بالمساحة الدولية وله العلاقة بموازين القوى الإقليمية وبالتالي الآن مصير الشعب اليمني لم يعد بيده بل بيد الدول الجوار والدول الكبرى نظرا لأن أصبح هناك المصالح والأهداف الاستراتيجية الخارجية أقوى من الداخل وأصبح الشعب اليمني أو الفاعلين السياسيين هم وكلاء محليين لهذه القوى. بالتالي العمل الآن للخروج يعني نحن أمام هذا الواقع المعقد وهذا الواقع الكارثي أو إيقاف التدحرج نحو الاحتراب. نحن نريد إيقاف هذه اللحظة بما لا يسحبنا نحو كثير من يعني من السير باتجاه الاحتراب لإيقافها بكل سلبياتها ولن يخرج الشعب اليمني إلا النخب اليمنية يعني الفاعلة التي تخرج اليمن من هذا المأزق ولابد من دعم إقليمي ودولي وضغوط. الآن أنا أتابع بدقة ما التصريحات المتعلقة بمجلس الأمن يعني لابد أن تكون هناك مواقف حقيقية معلنة من دول الجوار ومن المجتمع الدولي لإيقاف على الأقل لإيقاف التدحرج نحو الاحتراب والمحافظة على هذا الحقل المضطرب بما يمكننا في الفترة القادمة من إعادة تركيبته بما يحقق السلم. كما تعلمين أن في اليمن يعني ملايين القطع السلاح هناك الملاحة الدولية يعني إذا كان الصومال 30 سنة بلا دولة فأعتقد اليمن سيكون من الأكثر خطورة من الصومال وبالتالي نحن أمام يعني مشكلة أو قضية أو معقدة يعني أقوى من الأطراف اليمنية بحلها وعلى الدول الجوار. طب ماذا عن الأمم المتحدة دكتور عبد الباقي؟ يعني الاتفاق بين القوى السياسية تم برعاية جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، ألا يمكن التعويل على دور المنظمة الأممية في يعني في دعم أطراف ما داخل اليمن؟ أحد المفكر يعني السياسيين الأجانب تحدث وقال سنعطي لكم فرصة لصناعة ما تشاءون ولكن إن عجزتم سنصنع ما نشاء. فالدول الكبرى أيضا عندها مصالح استراتيجية فكلما كان الطرف ضعيف كلما كانت هناك اتفاقيات لصالح هذه الأطراف. فمنذ توقيع التسوية الخليجية كان كما أخبرتك هناك خوف من دول الخليج ب يعني مآلات الثورة اليمنية ما هو النظام السياسي هناك كثير من القضايا. فكنا نتحدث نقول لهم أن هناك علم ما يسمى بالانتقال الديمقراطي لا يمكن لنا إقامة تسوية إلا بعدالة انتقالية إخراج بعض الفاعلين السياسيين من الحقل السياسي. لكن في التسوية الخليجية والأمم المتحدة كان هناك واقع موضعي انقسام الجيش وانقسام الجيش اليمني يعني شوفي يعني المقاربة المصرية الجيش المصري مؤسسة هذا لعب دور جدا في المحافظة على استقرار الدولة وتماسكها. الجيش التونسي مؤسسة عقائدية حافظت على استقرار ما كانش في جيش في ليبيا ما كانش في جيش في اليمن عقائدي له هوية وطنية وبالتالي شوفي ال- 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 واضح الفرق. في اليمن كان هناك وعي أن هناك توازن قوة أن هناك جيش منقسم وبالتالي الأمريكان من 7 أشهر سابقة كان هناك يعني بعض التقارير في الكونغرس تقول أنه في اليمن الحل لا يتم بأبروتينج بمعنى اكتثاث النظام السياسي وإنما بتسوية. لكن التسوية إيش عملت التسوية؟ هي جددت شرعية النظام السابق وجددت شرعية أنصار الله ومنحتهم ولم تقوم بعدالة انتقالية ويعني على الأقل إزاحة بعض القوى الفاعلة بما يمكن الدفع نحو الانتقال. لكن هم استمروا وجددوا شرعيتهم واستمر الصراع بآليات مختلفة. ولهذا تلاحظين انفجار أنابيب النفط إطفاء الكهرباء هو حدث مجمع العرضية العسكري كلها عمليات هدفها
إذا لم تسقط البلد سياسيا ستسقط اقتصاديا، هي عملية ممنهجة. بالتالي كنا نقول لهم أن في تجارب في أمريكا اللاتينية، في تجارب بأفريقيا، لماذا لا يتم الاستفادة من هذه التجارب التي بيّنت أن أي اتفاقية تمت أو تسوية تمت بعد احتراب دون عدالة انتقالية ما هي إلا تأجيل مؤقت لاحتراب. أنت الآن أقمت بتسوية، يعني هناك ثأرات، هناك احتقانات، هناك مصالح اقتصادية، هناك قوى فساد. بالتالي عندما تقوم بعمل التسوية لابد أن تزيح عناصر من الحقل السياسي. بالتالي هذا الخلل الذي تركوه، كانوا يعتقدوا أن كل شيء تحت السيطرة، أن سيتم التحكم بكل هذه الأطراف. بالتالي نحن ارتكبنا خطأ منذ البداية. ثم الخطأ الثاني أنهم اختزلوا الشعب اليمني كما أخبرتك في السابق في عدد قليل في في أحد الفنادق. طب إذا كانت الأطراف المختلفة جلست سويا وتوصلت إلى اتفاق، يعني هذا الاتفاق، لماذا لا يمكن توسيع دائرة التوافق على يعني ما يحقق العدالة الانتقالية مثلا، أو تحقيق أهداف باقي الأطراف اليمنية التي تمثل غالبية ولكنها ليست فاعلة بقوة على الساحة السياسية؟ لا يمكن لنا الحديث عن الالتزام بالمخرجات لأن هناك مشاريع ما قبل وطنية. لقد حقق أنصار الله ما لم يحققوه في السابق 6 حروب خلال مرحلة الانتقال، ولقد أعاد تنظيم نفسه الرئيس السابق وعلاقاته وتحالفاته. لا يمكن لك أن توقع اتفاقية تسوية وتعود وحصانة وتعود لمرسل العمل السياسي. هناك منطق، عندما أحصل على الحصانة فأنا أنسحب من الحقل السياسي مقابل هذه الحصانة، لكن لا يمكن لي أن أحصل على حصانة أنا ومن عمل معي ثم أعود للعمل السياسي أو من عمل الحزب. هذا شيء يعني شيء لا يمكن استيعابه، سريالي. هذا هناك منطق للعمل. فبالتالي أنصار الله كان لهم أجندة، وكنا نقول نحن أن دخول أنصار الله في الحوار الوطني هو تكتيك وليس استراتيجية لاكتساب مزيد من الوقت. فكما تلاحظين خلال 6 حروب توسعوا في الحرب الأولى 25 إلى الحرب الثانية 25% من الأرض، في الحرب الثالثة والرابعة 75%، في الحرب الرابعة أصبح تجاوزوا صعدة وعمران، دخلوا نحو صنعاء. في هناك توسع، هناك استراتيجية، حتى الآن هناك استراتيجية في صنعاء، ثم أصبح كان الحديث عن عمران أن عمران تسليم السلاح، الآن أصبح الحديث خرجوا من صنعاء لكم سلاح صعدة. بالتالي أنت أمام استراتيجية واضحة، أمام صراع شديد. هناك قوة فساد أيضا في البلد نظرا ل غياب يعني منظومة الفساد وضعف الدولة وقوة هذه الجماعة. بالتالي هناك أيضا قوة فساد ليس من مصلحتها إحداث التغيير. نحن الآن ماذا عن الاتفاق الذي تم أو الاجتماع الذي تم في بروكسل بمشاركة أطراف متعددة من اليمن في إطار جهود لتحقيق مصالحة وطنية؟ هو طبعا هذا دليل على أن هناك تحول في الموقف الدولي، وهناك التحول في مسار حل المشكلة اليمنية. الانتقال الديمقراطي مرتبط بالعدالة الانتقالية والمصالحة مع الذاكرة الوطنية، هذا معروف في كل تجارب العالم. عندما نتصالح مع الذاكرة الوطنية يحتاج إلى شجاعة، ولكن كثير من القوى بما فيه حتى الرئيس الانتقالي أيضا إذا قمنا بعدالة انتقالية فهو أيضا سيكون مطلوبا في هذه العدالة الانتقالية. فالمصالحة الوطنية أدري أنه هو حل الضرورة الحالي، لأن كثير من الجماعات بما فيها الآن تلاحظين تصريحات الرئيس السابق يقول لأن هناك تهديد مباشر بضم اسمه في قرار مجلس الأمن، وهناك بيان من الحزب المؤتمر الشعبي العام يقول أنه في حال اتخاذ هذا القرار فإن سيعود بنقطة الصفر إلى آخره، وهناك تمويه أو يعني نوع من حجب المعلومات يقول أنه لن يخرج خارج اليمن، بينما الهدف هو إيش؟ هو المحاكمة على الأحداث. بالتالي المصالحة الوطنية أعتقد أن اليمنيين دائما والعرب بشكل عام دائما نحن نضع حلول ثم لا نتدخل لحلها. بالتالي المصالحة الوطنية بمعنى أنه سيظل الثأر محتقن، وستظل الجماعات يعني لديها استعداد يعني مخفي للانقضاء على الآخر. بالتالي أعتقد أن المصالحة الوطنية آلية في اليمن غير فاعلة، وستخلق يعني ستؤجل الحرب إلى مرحلة لاحقة، لأن أنا من خلال قراءاتي للوضع اليمني يعني في عندما كان هناك ساحات الاحتجاج كان واضح جدا أن أبناء المنطقة الجنوبية يعني هم كلهم في نفس الساحات،
ولكن نفس الجماعة في ساحة الاحتجاج كان أبناء مناطق جنوبية يعتبرون اللواء علي محسن وجماعة الإصلاح هم خصومهم في 94، والقوى الحديثة تعتبر هؤلاء خصوم، وأنصار الله يعتبرون اللواء علي، يعني كيف أنت كنا نقول أنهم اتفقوا، كل هذه المكونات اتفقت على هدف واحد هو إسقاط رأس النظام، ولكن بعد إسقاط رأس النظام لا اتفق على أي شيء، لا سيعودون للثالث. بالتالي تجارب العالم واضحة، هو في حاجة اسمها إدارة الزمن الانتقالي اللي هو أولا ثقافة التوافق هذه. طب حضرتك يعني بهذا الشكل اللي حضرتك ذكرته، الخروج من هذه الأزمة ما هو السبيل إليه؟ الخروج الآن، نحن الآن في مرحلة يعني لا نستطيع أن نعطي وصفة، لأن في أطراف خارجية لها مصالح. أنا الآن أستشرف الواقع، لكن كيف بالإمكان، لا نستطيع أن نصنع نحن ما سيأتي، لكن سنخفف من آثاره. فهناك سيناريو معروف، يعني السيناريو هذا مرتبط بأن أنصار الله والحلفائهم يتجهون نحو إضعاف الرئيس الانتقالي ونحو أزمة اقتصادية، بما يمهد لتشكيل مجلس جمهوري رئاسة جماعية أو مجلس عسكري، وبالتالي سيكون عبد ربه هو الرئيس الانتقالي، هو آخر 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 مخرجات أو آخر المرحلة الانتقالية. هو الحوار الوطني تم تعليقه، القوى اللي كان الفاعلة التي أفزتها الثورة تم إخراجها، لم يبقى من التسوية الخليجية سوى الرئيس الانتقالي، بالتحول إلى إلى يعني عزله أو عضوا في مجلس الرئاسة أو تشكيل مجلس، يصبح هو آخر. العدالة الانتقالية كانت مرتبطة في الانتقال، انتقلنا إلى المصالحة الوطنية، وبالتالي على اليمنيين الآن، لأن هناك أطراف خارجية لاعبة، أن تعمل على كبح، أنا دائما أستخدم كبح التدحرج، لأن الآن لا نستطيع أن نتحكم. لكن الخطير الآن الذي أراه أن في حال ما بقينا في هذا الاستمرار، في حال تعنت أو يعني عدم وجود رؤية وطنية لأنصار الله، فأنهم سيسيطرون على الحقل السياسي اليمني جبرا، ولكن لفترة محددة، وبالتالي سيتم نقل، يعني على المدى القريب سيسيطرون على الساحة السياسية. هم الآن عمليا يستطيعون، لأن الجيش والأمن والمؤسسة الأمنية وهيمنتهم على الحقل، هم الآن يعني مسيطرين على الحقل، لكن على المستوى على المستوى المتوسط سيتم الجماعة ستعيد التمترس ويعمل تجميع نفسها وستم مواجهات. هذه المواجهات في دول أقليمية أيضا، كما تعلمين أن أنصار الله مركزهم إيران، وبالتالي لن تسمح بعض الدول الخليجية بأن يكون المركز إيران، وبالتالي هناك أيضا مخطط غربي مرتبط بما يحدث في العراق وسوريا، بأن هذه الجماعات ما تطلق عليها بالدواعش، إذا ما تم الحل تسوية سوريا وتسوية العراق، إلى أين سيذهبون؟ يجب حصرهم في منطقة ما. ما هذه المنطقة الضعيفة التي يمكن أن تكون ضحية؟ هي اليمن. بالتالي سيتم نقل هؤلاء تحت مبرر دعم الطائفة السنية المضطهدة والآخره، وستقع معارك يعني طاحنة في شمال الشمال أو منطقة الشمال، والجنوب سيكون بعيدا بمنأى عن ذلك كما هو كردستان، حتى يتم في مرحلة لاحقة بعد إنهاك المناطق الشمالية إعلان الاستقبال في الجنوب، وفي أحسن الأحوال سيتم تشكيل يعني اليمن، تقسيمها إلى فدراليتين، على أن يتم الاستفتاء بعد 5 سنوات أو 10 سنوات على فك الارتباط. وبالتالي هناك توجه غربي نحو الفدراليات، وحتى الفدراليات العربية أمام لا توجد ثقافة التعاقد، طالما في إقصاء هويات وفي يعني شعور جمعي بإقصاء من قبل الحكم الطويل اللي شعرناه، هناك كل جماعة تسعى للحفاظ على هويتها. ثقافة التشظي أو فك الارتباط عن المركز هذه واقعية وموضوعية، وبالتالي أبناء المناطق الجنوبية لديهم شعور أو عندهم نزوع نحو فك الارتباط، وهذا يساعد أيضا الغرب. حتى في حال الفدرالية، فإن الفدرالية تحتاج إلى ثقافة تعاقدية وإلى هوية وطنية، لكن هم سيقوم فدرالية تقوم على اتفاقية يعني تعاقدية محفوظة بضمانة الخارج، وهذا يجعل وضعنا كما لبنان، كل طائفة ممثلة بمجموعة، وبالتالي لا نحدث
صهر هوية وطنية، لا نحدث انتقال ديمقراطي، لأن الرئيس حيكون تتوافق عليه الجماعات وتوافق عليه دول الجوار، وبالتالي سنعيد إنتاج القوى، ستكون هذه المنطقة ضعيفة. نحن بحاجة إلى فيدراليات تشكل تقوم على ثقافة التعاقد، وتقوم أيضا على ما على وجود هوية وطنية، يعني كما شوف الأمريكان، يعني بغضهم 51 ولا، لكن أمريكا هي موجودة كهوية، لكن نحن الآن هوية سنية، هوية شافعية، هذا ناتج عن إقصاء. نحن أمام موروث صعب، لكن أنا عندي أمل، لأن هناك في شباب عربي ويمني لا يعني يمتلك من الرؤى ومن فكرة التواصل الاجتماعي وانفتاح الخارج، بأن هناك أمل. نحن قادرين على أن نحدث تغيير في الاستراتيجية الإقليمية والدولية، لكن نحن بحاجة أيضا، هذا يحتاج إلى وقت كما أخبرتك، لأنه أهم نقطة ضعف الدول العربية أن قوى التحديث وقوى المدنية مؤسسة المدنية هي الطرف الأضعف، والأحزاب السياسية ضعيفة لأنها تفتقد إلى الاقتدار السياسي، بالتالي هي بحاجة إلى وقت لأن تصبح عميقة. في اليمن شيخ القبيلة ممكن يفرق عن سجين. احنا بنتمسك بنفس الامل اللي عند حضرتك دكتور عبد الباقي شمسان، واعتذر لحضرتك لانتهاء وقت هذه الحلقة. الدكتور عبد الباقي شمسان، استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء باليمن، اشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا على هذا اللقاء. شكرا لك. مشاهدينا اشكركم على حسن المتابعة، على وعد بتجدد اللقاء غدا وقراءة جديدة في مشهد جديد. شكرا لكم والى اللقاء.